بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، آية خطيرة جدا أحببت أن نتوقف جميعا معها ونتذكر أن هناك مسؤولية كبرى علينا. إذا لم نطبق هذه الآية ربما نكون من الفاسقين والعياذ بالله. هذه الآية غالبا ما تستوقفني فأتدبر فيها وبالفعل أخاف. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه الآية أيها الأحبة فيها عدة معادلات أشبه بالمعادلات الرقمية. إذا أردت أن ينجيك الله تبارك وتعالى من المهالك والمصاعب والكوارث عليك أن تنهى عن السوء، وأضعف الإيمان أن تنهى عن السوء بقلبك كما أكد حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فلما نسوا ما ذكروا به، ما هو الشيء الذي ذكرنا الله تعالى به؟ أحبتي في الله، الله عز وجل أنزل كتابا عظيما سيسألنا عنه يوم القيامة. كل واحد منا سيقف ويقال له ماذا فعلت بهذا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسأل عن الصلاة التي أمرك الله بها، لما لم تؤديها؟ لما لم تخشع أثناء صلاتك؟ لما لم تؤدي زكاتك؟ لما لم تساعد إنسانا محتاجا لجأ إليك؟ لما تركت جارك جائع وأنت شبعان وأنت تعلم؟ لما تركت أخا لك في الله له حاجة عندك ولم تقضها؟ أمر من الله عز وجل أيها الأحبة. هذا الموضوع ليس اختيارا منا. ما دام لديك القدرة على مساعدة الآخرين، الله أمرك أن تساعدهم. لا يجوز، وهذا الكلام ليس كلامي أحبتي، فلا أنا لا أتكلم إلا بدليل من القرآن أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يؤمن أحدكم، نزع صفة الإيمان. طبعا بعض العلماء قالوا لا يكتمل إيمانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أو ما آمن، من بات وجاره جائع وهو يعلم، ما آمن نزع صفة الإيمان كليا عنه. لذلك أيها الأحبة القضية ليست سهلة، لا تستسهل الأمور. كل واحد منا للأسف محمل بهذه الذنوب، لذلك نجد الكوارث، ونجد الحياة التعيسة، ونجد ضيق العيش، ونجد عدم السعادة. فقدنا السعادة بهذه الحياة التي خلقها الله من أجلنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الكون كله مسخر لك أيها الإنسان الذي كرمك الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم الذي وهبك الله إياه وأعطاك نعما لا تحصيها، كل هذا. ثم إذا سألت معظم الناس إذا سألتهم يقولون والله أنا غير سعيد، أنا تعيس، أنا لدي هموم، لدي مشاكل، لدي ضيق في العيش. طب لماذا؟ لأنك ابتعدت عن تطبيق
ما ذكرك الله به، ما أمرك الله به. فلما نسوا ما ذكروا به، الله عز وجل يذكرك ويقول لك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أنت لا تجتنب الظن، إذن أنت نسيت ما ذكرت به. ولا تجسسوا، كثير منا يجلس ويتجسس على الآخرين. أنت نسيت ما ذكرت به، أنت من ضمن هؤلاء. ولا يغتب بعضكم بعضا، تجلس وتتكلم على أخيك أو على أي إنسان بما يكره، أنت نسيت ما ذكرت به. في هذا الموقف أيها الأحبة، الله تعالى يقول: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن كأن الله يريد أن يعطيك هذه المعادلة: النجاة مفتاحها النهي عن السوء. طيب كيف أنهى عن السوء بخاصة في هذا العصر؟ يعني ربما أنت إذا نصحت إنسان قد يشتمك، لأننا نعيش في عصر فعلا سيء جدا. إذا قدمت نصيحة لإنسان أحيانا ربما تقول له: اتق الله، أخذته العزة بالإثم، تجده ينفعل ويغضب، وأنت تطلب منه شيء طلبه الله منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمر وطلبه من النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، يعني وأمر الأنبياء أيضا. فأنت إذا قلت له اتق الله ربما تحدث مشكلة بينك وبينه. فما هي أفضل طريقة اليوم أن تنهى عن السوء دون مشاكل؟ فيديو قصير تشاركه فيه نهي عن السوء، فيه نهي عن الخمر مثلا، فيديو يوضح أضرار النظر إلى المقاطع الإباحية، فيديو يوضح مخاطر النظر إلى ما حرم الله، معلومة بسيطة توضح أضرار الخمر ولماذا حرمه الله سبحانه ولماذا لعن النبي في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها إلى آخره. عندما تشارك هذا الفيديو مع آخرين، عندما ترسله عبر واتساب مثلا كرسالة، أنت تجنبت المواجهة. هذا طبعا نهي عن السوء عن بعد. أما في بيتك ينبغي أن تنهى عن السوء. إذا رأيت منكرا في بيتك غيره. رأيت ابنا لك يكذب، يجب أن تصحح مساره، تقول له: ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا الكذب سيسود وجهك أمام الله يوم القيامة. هذا الكذب سيفقد الناس ثقتهم بك، سيقودك إلى الفشل، سيقودك إلى التهلكة. تنهى عن الفساد لتضمن أن ينجيك الله لحظة الموت. نحن في أي لحظة معرضون للموت أيها الأحبة؟ هل نفكر بهذه اللحظة، لحظة الموت، ماذا أعددت لها؟ أحدنا يجري ويبني ويعمل ويتعب من أجل لا شيء، وهو يجري باتجاه الموت. يعني أنت تسير باتجاه هدف نهائي هو الموت. طيب ماذا أعددت للموت؟ إذن أيها الأحبة، هذه الآية تعلمني أن أنهى عن السوء قدر المستطاع. على الأقل إذا رأيت منكرا لم أستطع يعني أنهى عنه بلساني، على الأقل بقلبي أنكره بقلبي، وهذا أضعف الإيمان. لماذا الإنكار بالقلب مهم؟ لكي لا يتسرب إلى قلبي هذا السوء فأمارسه. يعني أنا رأيت فرضا إنسان يزني
ولا أستطيع أن أتكلم بقلبي، أنكر هذا بقلبي، لأنني لو رضيت عن هذا العمل ربما أبتلى به وربما يعني أدخل في هذه المعصية. أنا رأيت إنسان يدخن، أنكر هذا على الأقل بقلبي مع تقديم نصيحة له. رأيت إنسان يأخذ رشوة، إن استطعت أن أنصحه أنصحه، لم أستطع أنكر هذا بقلبي. هذا نوع من أنواع النهي عن السوء. لذلك أيها الأحبة، إذا أردتم أن ينجيكم الله تبارك وتعالى من مهالك الدنيا، وبخاصة النجاة يوم الموت، النجاة من عذاب الله، تذكروا هذه الآية، رددوها، احفظوها: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.